أنت جاهز؟ إيه أكيد بابا، مثل كل مرة. اللي حكينا الصبح بعدك متذكره، ما هيك؟ طبعاً. ممتاز، ما بدي أي مشاكل، عم تفهم علي؟ إيه أمرك بابا. ملك، أنا وماما حكينا بشوية أمور لا بيهمني ولا بدي أعرفها. ملك بكفي. بنتي اسمعي أختك إذا سمحتي. أنت اسمعي، أنا ماني فاضي. ملك رح تسمعيني وغصبا عنك. إيه شوفي هلأ كمان ضربيني، شو رأيك؟ بكفي حاجة ملك. اسمعي من أختك. ليكي، كل ما زالنا من بعض وعصبنا، كل ما خسرنا أكتر وقل إيماننا ببعضنا. وشو بيصير وقتها؟ منكسب شي؟ أبداً. منخسر شي؟ أكيد. طيب بيكسب هو؟ إيه أكيد. معقول نخليه يوصل لهدفه؟ لا، نحنا لازم ننتصر عليه. إيه؟ نحنا هلأ مضطرين إنه نلعب معه لعبة طويلة. إذا مالنا قدرانين نهرب من هالسجن رح نهده فوق راسه، بس لنعمل هالشي لازم نكون إيد واحدة عليه، ما منقدر ندمره غير هيك. على فكرة أنا مالي واثقة بهوليا، نحنا لازم ننتبه منيح لتصرفاتنا قدامه. كل شي عم بصير عم تنقله إياه بالحرف. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.